يقول الله جل في علاه: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، والرفع لا يكون إلا إلى العلو. ويقول جل وعلا: بل رفعه الله إليه، والرفع لا يكون إلا إلى جهة العلو. ويقول تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فذكر الصعود والرفع مما يدل على علو الله عز وجل. وقال سبحانه فيما أخبر عن فرعون عندما جاءه موسى وهارون يدعوانه إلى عبادة الله، قال: يا هامان، وهو وزيره، ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، ابن لي مكانا مرتفعا لعلي أبلغ الأسباب، أي جهة العلو التي أطلع فيها على ما يزعمه موسى من أن له إلها يعبده، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وقوله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. والسماء هنا هي جهة العلو، فالسماء تطلق على العلو سواء أريد بها السبع الطباق أو أريد بها العلو مطلقا، هذا وذاك كله يطلق عليه سماء. فقوله جل وعلا: أأمنتم من في السماء، أي أأمنتم من في العلو، وهو الله سبحانه وبحمده. فهذه الآيات كلها دالة على إثبات العلو المطلق لله عز وجل. وقد ذكر المؤلف رحمه الله هذه الآيات بعد ذكر الاستواء، لأن الاستواء علو خاص، وهذه الآيات دالة على علو مطلق عام على جميع الخلق.